السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات الصف الثاني الثانوي. اليوم إن شاء الله موعدنا مع درس جديد في فرع علم الأحياء بعنوان جهاز التكاثر في الإنسان. من أهدافنا لدرس اليوم تلخص وتناقش الطالبة تركيب جهازي التناسل الذكري والأنثوي، توضح كيف تنظم الهرمونات جهازي التناسل الذكري والأنثوي، تناقش مراحل دورة الحيض. الفكرة الرئيسية في أن تنظم الهرمونات جهازي التكاثر في الإنسان بما في ذلك إنتاج الأمشاج. بالنسبة أولا لعملية التكاثر، التكاثر عملية ضرورية لبقاء الأنواع، التكاثر ضروري لبقاء النوع وليس لبقاء الفرد، والتكاثر بيبدأ عن طريق إخصاب الحيوان المنوي للبويضة. وبالنسبة لتركيب الجهاز التناسلي الذكري في الإنسان، نجد بداية أنه يتكون من تركيب يسمى بالخصية، وتوجد الخصية خارج الجسم في كيس يسمى كيس الصفن، لأن تكوين الحيوانات المنوية بيحتاج درجة أقل من درجة حرارة الجسم البالغة 37 درجة مئوية، ويتم تكوين الحيوانات المنوية داخل الأنابيب المنوية داخل الخصية. وبالنسبة لتركيب الحيوان المنوي، يتكون الحيوان المنوي من ثلاث مناطق رئيسية: منطقة الرأس والقطع الوسطى والذيل. بالنسبة لمنطقة الرأس بتحتوي على النواة والتي بها نصف عدد الكروموسومات في الخلايا الجسدية 23 كروموسوم، والجسم القمعي والذي يحتوي على إنزيمات تعمل على إذابة جدار البويضة عند حدوث عملية الإخصاب. أما بالنسبة للقطعة الوسطى بتحتوي على عضية الميتوكوندريا لإنتاج الطاقة لمساعدة الحيوان المنوي أثناء رحلته لتخصيب البويضة. أما بالنسبة للذيل فيساعد الحيوان المنوي على الحركة. وبالنسبة لأهم أجزاء الجهاز التناسلي الذكري، أولاً البربخ، وهو المكان اللي بيتم فيه تخزين واكتمال نضج الحيوانات المنوية. رقم 2 الوعاء الناقل، وينقل الحيوانات المنوية من البربخ إلى قناة الإحليل، وهي عبارة عن قناة بولية تناسلية مشتركة. أما بالنسبة لغدة الحصلة المنوية، بيتم فيها إفراز نصف حجم السائل المنوي الذي يقوم بإفراز المواد المغذية والسكر لتزويد الحيوانات المنوية بالطاقة. أما بالنسبة لغدة البروستاتا وغدة كوبر، بيقوم بإفراز محلول قلوي لمعادلة أي ظروف حمضية قد يواجهها الحيوان المنوي في طريقه لإخصاب البويض. وبالنسبة للهرمونات الذكرية، أول هرمون هو هرمون التستوستيرون، وهو عبارة عن هرمون دهني، وظيفته هو إظهار الصفات السنوية عند البلوغ مثل نمو الشعر على الوجه والصدر وزيادة حجم العضلات وخشونة الصوت. أما بالنسبة للهرمون الآخر، وهو عبارة عن الهرمون المنشط للحصلة FSH، والذي يفرز من الغدة النخامية بتحفيز من المنطقة تحت الميهاد، ويقوم بتنظيم إنتاج الحيوانات المنوية. والهرمون رقم 3 وهو الهرمون المنشط للجسم الأصفر LH، ويقوم بتنشيط إفراز هرمون التستوستيرون. أما بالنسبة للجهاز التناسلي الأنثوي، فيتكون من مكونات أساسية، وهي أولا المبيض، والمبيض بيتم فيه إنتاج البويضات وتخرج إلى قناة البيض، والتي يتم فيها عملية الإخصاب في الجزء الأول المقارب إلى المبيض، ثم الرحم حيث يتم فيه اكتمال نمو الجنين. وبالنسبة للهرمونات الأنثوية، أول الهرمونات هو هرمون البروجستيرون والإستروجين، واللذان يفرزان من خلايا المبيض،
وأثناء خلال مرحلة البلوغ يتسبب زيادة تركيز الاستروجين إلى إظهار الصفات السنوية الأنثوية. وهناك أيضا هرمون المنشط للحصلة ويقوم بإنماء الحصلة وبداخلها البويضة، والهرمون المنشط للجسم الأصفر والذي يؤدي إلى عملية الإباضة، أي خروج البويضة من المبيض إلى قناة البيض أو قناة فالوب. إنتاج الخلايا الجنسية. من المعروف أن إنتاج الخلايا الجنسية لدى الإنسان بيتم في الخصية بالنسبة للذكر والمبيض بالنسبة للأنثى، وتكوين الحيوانات المنوية بيختلف عن تكوين البويضات. فإذا نظرنا إلى تكوين الحيوانات المنوية نجد أنه يبدأ تكوينها عند البلوغ، حيث يحدث للخلية المنوية الأولية يحدث لها تضاعف للمادة الوراثية لتصبح 46 كروموسوم، وتحدث المرحلة الأولى من الانقسام المنصف حيث يحدث عملية اختزال لعدد الكروموسومات لتنتج خليتين كل منهما بها 23 كروموسوم. وتبدأ المرحلة الثانية من الانقسام المنصف من أجل زيادة عدد الأمشاج دون حدوث اختزال، فينتج عن ذلك 4 خلايا تكون 4 حيوانات منوية. ده بالنسبة لتكوين الحيوانات المنوية. أما بالنسبة لتكوين البويضات، فنجد أن تكوين البويضات توجد لدى الأنثى جميع البويضات داخل المبيض حين ولادتها، أي أن ذلك يتم قبل الولادة، وتتم عملية التضاعف يعني زيادة عدد الكروموسومات إلى الضعف أيضا قبل الولادة، وتبقى الخلية البيضية الأولية في المرحلة الأولى من الانقسام طول فترة الطفولة حتى سن البلوغ، وبعد ذلك يتم استكمال نمو خلية بيضية واحدة فقط عند كل بداية دورة حيض، بحيث تنمو واحدة لتكون خلية البيضة الثانوية، خلية بيضة ثانوية، والأخرى تتحلل إلى جسم قطبي أولي. وعند حدوث الإخصاب تبدأ المرحلة الثانية من الانقسام المنصف، أي أن المرحلة الثانية من الانقسام المنصف لا تتم إلا بعد الإخصاب، وينتج عن ذلك تكوين خليتين، أحدهما هي الزيجوت أو اللاقحة، والأخرى تتحلل إلى جسم قطبي ثاني يتحلل. دورة الحيض. تتراوح مدة دورة الحيض ما بين 23 يوم إلى 35 يوم، ولكن في الغالب مدتها 28 يوم، وتمر على 3 أطوار. الطور الأول يسمى طور تدفق الطمس. يحدث في طور تدفق الطمس ضمور الجسم الأصفر وقلة البروجسترون، وهذا يؤدي إلى انهيار بطانة الرحم. أما الطور الآخر وهو عبارة عن طور الحصلة. طور الحصلة بيحدث فيها الآتي: يتم فيه أولاً أن هرمون الـ FSH يحفز نمو الحويصلة وبداخلها البويضة. رقم 2، الحصلة تبدأ بإفراز هرمون الاستروجين وكمية قليلة من البروجسترون، وهذا يؤدي إلى إنماء بطانة الرحم. رقم 3، بارتفاع تركيز الاستروجين يحفز ذلك على إفراز كمية كبيرة من هرمون يسمى هرمون الـ LH، فتحدث عملية الإباضة وهي خروج البويضة من المبيض إلى قناة فالوب. والمرحلة الثالثة هي عبارة عن طور الجسم الأصفر، ويحدث في طور الجسم الأصفر الآتي: تتحول الحصلة إلى الجسم الأصفر، فإذا حدث إخصاب
يرتفع البروجسترون ويمنع التبويض ولا يضمحل الجسم الأصفر. أما في حالة عدم حدوث الإخصاب يقل نسبة البروجسترون ويضمحل الجسم الأصفر ويحدث الحيض عن طريق انهيار بطانة الرحم مرة أخرى. تشخيص الاختلالات عند الجنين بيحدث بطريقتين. الطريقة الأولى هي عن طريق الموجات الفوق الصوتية، وذلك بيتم فيها تحديد ما إذا كان الجنين ينمو بصورة طبيعية أو لا، وممكن أيضا التعرف على جنس الجنين. أما الطريقة الثانية تتم بتحليل السائل الرهلي والخملات الكريونية. ففي خلال مرحلة الثلاث الأشهر الثانية تتم عن طريق تحليل السائل الرهلي بغرس إبرة في بطن الأم الحامل وأخذ عينة من السائل الرهلي لفحصه وتحديد المخطط الكروموسومي للجنين ومعرفة إذا كانت الكروموسومات غير طبيعية أو طبيعية، وممكن أيضا تحديد جنس الجنين. أما الخملات الكريونية فتتم عن طريق أنبوب قسطرة، ويكون غالبا في الأشهر الثلاثة الأولى، وأيضا تحديد المخطط الكروموسومي وتحديد الجنين هل طبيعي أم لا. ومن هنا فقد انتهينا من درسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.